اللعبة مرتقبة ديث لوب بناء على طلب كثير من بعض الشباب، حلوة كثير من بعض الشباب دي، كثير من الشباب يعني من المتابعين عندي في القناة طلبوا ان انا اجرب ديث لوب. طبعا انا ما كنتش متحمس جدا لهذه اللعبة، ولكن ما اعرفش قررت ان انا اديها فرصة كده اشوف وضعها ايه. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناة فرجني، ونبدأ في سلسلة الاستكشاف. انا مش عارف دي هتختم ولا لا بصراحة، انا مش قادر احدد اذا كنت هتتختم على حسب يعني طبعا اللعبة واول جيم بلاي فيها. لو انت اول مرة تشوف فيديو بتاعي ومش مشترك وحابب تدعمني، ممكن تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتعليقاتكم يا جماعة تحويش منها. واللعبة دي طبعا حصرية بلاي ستيشن 5 والبي سي مؤقتة، حصرية مؤقتة، هتنزل على اكس بوكس بعد كده، بس مش عارف بعد امتى بالظبط، بس غالبا حصريات مؤقتة بتبقى 3 شهور 6 شهور ممكن او سنة، انا مش عارف صراحة، مش هقدر افتي. وخلينا نستعرض بس يا جماعة، اطلب منكم طلب صغير بس كنوع من التشجيع، يعني ممكن نوصل لهذا الفيديو لعدد لايكات يعني 50 لايك، انا متواضع جدا يا جماعه مش طالب كتير، يعني هم 50 لايك بس. وطبعا لايكاتكم على هذا الفيديو هتشجعنا على الاستمرار في هذه السلسله، وطبعا ارائكم طبعا يعني بعد ما تشوفوا اللعبه وتشوفوا بدايتها ما تنسوش تسيبوا لي ارائكم وتعليقاتكم وانطباعاتكم عن اللعبه واذا كنت اكملها ولا لا. خلينا نبدا على بركه الله ونشوف ونستكشف ونضغط على اكس. The last time, why can't you remember? I don't know if you just give me a second. Oh, you're not even trying. Oh, lady, I have no idea. Oh, shit, that's not good. You just hurry up already. بداية عجيبة بصراحة. Ridiculous name. I gotta stop drinking. Okay. How the fuck did I get here? كائنا من أكون وحيثما يكون هذا المكان وهي مش عارف. استكشف هذا المكان. نفتح ايه بقى؟ تم تعقب الدليل، لا تعقب دليل. تم تعقب دليل، لا تعقب دليل، يعني يعني امشي وراها يعني اطول يوم. كائنا من اكون حيثما يكون هذا المكان وايا كان ما يتطلبه الامر ساخرج من هنا. ماشي. استكشف هذا المكان، حلمت انني مت وشعرت بانه حقيقي في مثل هذا الشاطئ البارد، ولكن اذا لم اكن ميتا فماذا اكون اذا؟ عجيبه. خلينا نشوف، نتعقب احنا تعقبنا خلاص. تعال نستكشف المنيو كده بسرعه. مواصلة بس لا، خلينا نستكشف مكان اول. ال 3 للتحرك، اوكي. Break the loop. You gotta be kidding me. Nope, that's there. I'm seeing it. Man. كده كده. اوكي ده لما بدوس ال 3 من انت؟ Who am I? My name. Son of a fuck. What the fuck's my name? مش فاكر اسمه يا جماعه. So you just woke up and don't know what's happening. Don't fret, rambling. منبه. هو كان بيقول just woke up، انت لسه صاحي من النوم وبتاع. مفيش اوبشن تاني، شغلها. شغل يا ابني. ماشي. هو غلس وخلاص، مش عايز يفهمني حاجة. أتفتقدني؟ طبعا افتقدك جدا. Why do I know this? Okay. اطلق بعض الرصاصات، انت ضعيف. اضغط R2 تصويب L2. اوكي. لعدد تلقيم قطع اسلحة نارية كلاسيكية مثل هذه اعطلت في بعض الاحيان، يمكن التخلص من اي عطل من خلال الضغط على مربع والعودة للقتال. اوكي. ساعات بيعطل يعني. تدريب. اهلا بيك، مرحبا بعودتك. وانا مش بضرب عليه ولا ايه؟ اوكي. التفاعل مع الانفايرمنت حلو يا جماعه. ممكن نضرب الازايز. لازم اخد شويه على كنترول اللعبه. هو بيقدر يشيل ازازه واحده بس، المفروض نضرب دي يعني ولا ايه؟ مش فاهم.
اوكي ما علينا، خلينا نكمل دلوقتي. شوف سيبنا ضرب النار ده، ممكن نخش هنا. Great, of course you are. Okay, feels familiar. This place is mine. كنت في أفضل حالاتك. Shiny. Makes me feel funny. الإضافات، الإضافات مشبعة بقوة. Black Reef. ناتجة عن خلل مؤقت يزيد بعضها مهاراتك وخصائصك في حين يعزز بعض الآخر أسلحتك. تتمتع الإضافات ذات الجودة الأعلى بتأثيرات أقوى. يمكن العثور على الإضافات المخبأة في جميع أنحاء بلاك كريف أو الاستحواذ عليها من الأعداء في من بين المهام. طيب في إيه دي؟ تشارلي مونتيجو أو مونتيجيو عبقري نوعا ما لكنه غبي في الوقت نفسه، مجتهدا جدا. يصبح الامساك به صعبا عندما يستخدم لوح الانتقال الاني. This is creepy. وينجي ايفانس عالمة عبقرية لا تتوقف عن العمل ابدا، منزعجة دائما، لم ترى تحمل لوحا ابدا. ايه لم ترى تحمل لوحا ابدا يعني ايه؟ فيا محبوبة ابيها مدللة وغنية بارعة في استخدام فرشاة الرسم هذه، لديها ما يحتاج اليه الجميع. تمتلك لوح المتانة، ضربتها جبارة. مزع لديها ما يتمناه الجميع. تشارلي مونتيو مقروء، فاضل ايه مقراتوش تاني. هاربيت موريس كاتبة في تحسين الذات ومرشدة روحية، افسدت الحادثة عقلها. تخطط لشيء ما في هذا المستودع، تربط الناس بلوح الرابط. ده فريق كامل ده يا جماعة. إيفور سيرلينج يزعم بأنه عالم يحب الاستكشاف، مصدر تمويل يجعله لوح التخفي غير مرئي أكثر مما كان عليه بالفعل. يفوت دي يا جماعة دول زعماء عصابة دول ليه؟ أليكسيس دورسي غني حقير، قصره على التلة مثل حصن، يقيم حفل رديئة، يستدعي لوح كارينسيز الخاص به، يقول إنه يساعده في قضاء وقت ممتع. لوح واضح الواح دي يا جماعه كنا نسمع الواح في هذا المكان. جوليانا بليك شغوفه بالقراءه، تشرب بنهم، شخصيه عنيده وقويه، لوح التنكر يعني بانها بألف وجه. اوكي جوليانا انا كده المفروض ايه؟ بعت لي انفورميشن. هو ليه ما اقدرش اتحكم في المنيو بالدراع؟ لازم الانالوج. ده حوار رخم جدا يعني، رخم يعني ما ينفعش الاسهم. المفروض المنيو مش بتنقل فيها من خلال الاسهم، مش بديه الاوبشن ده، لازم الانالوج استعمله. شغوفه بالقراءه بلا بلا. طب ماشي انا شفت الكلام ده. انت عايز ايه؟ انت كل واحد هجيب لي. ماشي ماشي انا مش هخلص كده، هقعد بقى اجيب لي واحد واحد. طب ايه تاني؟ نشيط يا جماعه، حركته نشيطه، جهاز الاختراق. Black Reef. Must be the low season. I made this, I think. ايه الجهاز العجيب ده؟ جهاز الاختراق. لاختراق الاجهزه الالكترونيه واستخدامها لصالحك. استهدف جهاز الكتروني، اضغط باستمرار على L1 لاختراقه. توضح لك الاضواء على جهاز الاختراق، مدى تقدم عمليه الاختراق، يمكن تشغيل. ماشي هكتشفه انا بعد كده. مدوس L1 لما الاقي حاجة اخترقها. طيب في باب هنا صح؟ مقفول. وده شكله مخبأ بتاعي مثلا وانا مش فاكر. الباب ده مقفول ليه؟ ممكن ممكن اخترق ال اوكي. جود. انت طالع في الرمز. I don't know any damn code. Yo, hello? What? اوكي في رمز هنا. طب في حاجه هنا على يمين، انا شايف حاجات كده. كولت 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 كولت. Hey, is my name cold? That's gotta be it, right? انا مفيش حاجه هنا. الباب ده مش بيفتح خالص. طب العثور اطول يوم. ثواني كده يا جماعه، انزلي انزلي. معلش القطه كانت مقفله على التلفزيون، معلش انا اسف. كنت شايف
اللعبة يا جماعة التحكم فيها سلس جدا وسهل جدا وسريع وخفيف. و في حاجة هنا ممكن اجرب، ويعني انت وانت بتلعب تحس انك عايز تلعب، يعني مش مقفول منها شوية، مش حاسس انك متضايق. اين نذهب؟ هو كمان يقول لي كولت كولت. في حاجة ممكن اكسره ده؟ يب. Let's go find his code. كولت. المياه الضحلة مؤذية، المياه العميقة مميتة، اياك والسباحة. ليه؟ المياه ساقعة. طب نعمل النط ولا ايه؟ اوكي. بعد كده نوصل، هينط هنا مثلا، بعد كده نطلع هنا صح؟ اوكي. ماذا؟ جوليانا. بتتكلم عني. يعني هو طلب من الناس، هي بتتكلم عامله زي ستيتمنت كده في الجزيره، واضح انها واخده بوزيشن كبيره. جوليان بوزيشن او ليها مقام كبير في الجزيره، وبتوصي ناس وصايا يوميه. اركض على اثار الرجل. كده يعني. زحلق. اوكي ماشي. طيب ده they will try to stop you. هيحاولوا يوقفوك. ده سكران اصلا. عمليات الاغتيال. اضغط R1 عند تنفيذ عمليه الاغتيال اي قتل عدو غافر على الفور. يمكنك تنفيذ عمليه الاغتيال عندما تحمل سلاحا او اعزل يدين. انقر على R1. ماشي. تصبح خطواتك صامته خلال وضعيه الجثوم. ماشي. Oh, they just disappeared? That felt too easy. I've done this before, haven't I? Okay, يعني هو واضح اللي هو عمل كام ده قبل كده. أجل 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 أجل. العالم مليان تفاصيل يا جماعة. لاحظ الإضاءة شوية محتاجة تفتح، في حتة ضلمة مش بقدر أشوفها كويس. Already got full ammo. ماشي. أجل أجل. هروح فين بقى؟ الحاجات دي بتتاخد؟ واضح هتتاخدش. ساعدونا غدا. Why can't I remember? وأنا ليه مش فاكر حاجة؟ طبعا هو يعني فقد الذاكرة. والله في ديستنيشنز كتير، هي ممكن أطلع هنا مثلا وكده وكده. بيطلع ينط. نط يا عم الحاج. ما بتشعلقش. بتشعلق اهو. التفاصيل يا جماعه حلوه. بصوا يا جماعه التفاصيل، بصوا تفاصيل الصخر بصراحه جميله، يعني التفاصيل الصغيره فيري ريل يعني. ومزيكه اللعبه ظريفه ولطيفه مش وحشه، حطك في مود. احنا عاملين في قطب شمالي ولا حاجه، الميه برد فشخ يعني. ممكن ننزل هنا؟ اوكي. انا سامع اصوات. في ناس اهي. اخشهم منين دول؟ اكن بريك؟ نطلع منين؟ من هنا مثلا. هنا. التركيز. اضغط على سهم تحت من اجل وضع علامه على عدو ما مما يحدده لك على شاشتك، مع ظهور ايقونه تشير الى نوع السلاح الذي تستخدمه. شاهد الاعداء الذين يحملون علامات للتعرف على طرق دورياتهم.
اوكي يعني نعمل لهم تريس يعني نعرف هم بيتحركوا فين وبيجوا منين. الغى باستمرار على كم قد التركيز بيكشف المزيد على مزيد من المعلومات عن اعدائك مثل ميولهم القتاليه ومدى وايه ومدى ادراكهم، الى جانب تلميحات عن نوع الغنائم يشاع الابديون الذين يستخدمون عده قويه جدا بالقوه استخدام التركيز لمعرفه المزيد عنهم. طب تعال نجرب الحوار ده كده. تخصص قتل الشوارع بالسيوف غير مدركين لوجودك. طب هما بيعرف منين بقى الكلام ده؟ فانت تروح دوش شيء ما اداة قياسية. تعال انت كده. لا مش انت، انت بالاعتاد الاساسي. في واحد كمان اهو، اضرب وريني. ماشي ايوه. هنا للقتل لا تضيع الوقت، اغلب الظن انه يوم سيكون هدايا اداة قياسية. ماشي يقدروا يشوفوني من هنا، المفروض اما اقدر اشوفهم هم يقدروا كمان يشوفوني يعني. اوكي انا ممكن يمين يمين وشمال. حلو الموضوع ده. في حد هنا؟ طيب مفيش حد هنا، ده لازم اديه ظهره وانزل له. قتل من اعلى. اوكي نقتله من اعلى، ده يتحرك بس كده. نجرب يلا بينا. انا مش موجود، انا مش موجود. هتشوفني ولا ايه؟ انا وقعت فين اصلا؟ ده شافوني. اوكي نخش في الاكشن بقى. ما ماتش لسه. اي 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 الله 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 الله. وبعدين ايه المكان العجيب اللي فيه ده؟ طب انا هطلع فوق تاني ازاي؟ ماشي احسن برضه. ده انا عيب من الاول. اوكي انا المفروض بقى كده لان ايه. اوكي نطلع على طول بقى. ففي طريق تاني طيب ولا حاجة تانية هنا؟ break the loop. same morning same fucking radio show. نتحرك بقى. ايه ناخد كل الحاجات اللي احنا المفروض ناخدها. في مسدس، مسدس كان فين؟ انا خدته منين المسدس يا جماعه؟ اهو جود اوريدي جت فول امو. نروح بقى على طول على هناك. يلا المفروض هاك ولا ايه؟ هو ليه اوبشن هاك مش موجود؟ الجهاز، انا عايز الجهاز. صح الجهاز الجهاز الجهاز. والجهاز كان فين يا جماعة؟ اهو. اوكي نو ثانكس. الرمز نحاول المرة دي يمكن يفتح. ايه ده؟ ماشي انا كنا رحنا منين؟ من هنا. ده المخرج بتاعه، المفروض من هنا نمشي. منعومش
بس المكان ده وحش قوي يا جماعه. سمعنا الكلام ده. نفس الشخص. ماشي. ناخد ده. ده بيتاخد. تصدق بيتاخد يا جماعة. منجل. نغير السلاح ازاي بقى؟ المثلث ها؟ تمام. R1. ساعدونا غدا. نطلع من هنا. نفس الكلام طبعا، نفس الناس، نفس كل حاجة. ده كمان. تعال انت لوحدك كده. بس كده. ايه اللي بيحصل ده؟ ايوه. لايك جثة. What was I doing again? تعال. خد عند جزر الانذار واستطلاع. يمكن المستطلعون الابديون ابديين ذوي الخط الذهبي اللامع مرسوم على اجسادهم تشغيل نظام انذار بلاك ريف. عندما يحدث ذلك ستدفع تعزيات معادية لموقعك. يمكن الهرب من تعزيات الوقوف والمقاتلة الخيار لك. يمكنك اختراق تردد اجهزة الراديو الخاصة بالمستطلعين لابطاء طلبهم للمساعدة. اوكي. What did you say? I think we know each other. We know each other, don't we? Yes! Finally! You're back! So, how much do you remember about me? Well, it's a little hazy. What do you remember? My name's Colt. About me! You want to kill me for some reason, and I already know some fucking code, which I don't, and there's this... You wanna break the loop, right? Yeah, I think... So... Look, if you don't try to break the loop, I'm just going to kill you over and over again in increasingly violent ways until you do. Fine, I'll break your fucking loop, and whatever I did to piss you off, I'm sorry. Still there? You never said that before. We dated, didn't we? Just go inside the library. You need to see this. لا تثق بها. خش منين بقى؟ في حاجات بتتاخد هنا ولا حاجه؟ نو. السلم ده بيطلع. نو. مدخل رئيسي. في حاجه كده ظهرت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوكي نظره. ده لما بتقف جنب الحيطه عندك الاوبشن اللي هو نطلع منين. وانا وصلت فين طيب يا جماعه؟ يعني المبنى ده الوحيد اللي ممكن ادخله. ادخله منين بقى؟ What are you doing? Is this going to be a productive day or not? Library. Choppity fucking chop. تعال ناخد دي. L1.
حدث اضطراب لازم انشن عليها طيب ولا ايه؟ ولا هي كده كويسة؟ ما علينا. المفروض انا الدوشة هي اللي انا اللي عملتها تقريبا. مشروب صودا. ايه فايدة بقى مشروب الصودا؟ طب هندخل منين اللايبراري دي منين بقى؟ نخش مكتبة منين؟ طب ايه ممكن في باب مثلا ليه باسورد ولا حاجة؟ اهي اوكي. توجه الى محطة الصحة للتعافي، اضغط باستمرار. دي محطة الصحة. اوكي ثانك يو. محطات الصحة تساعد محطات الصحة ساعات صحتها تفاعل مع اهداف من خلال الضغط بسرعة على مربع تحفى بكامل. يمكن تشفي محطات الصحة قدرا محددا من الضرر في المرة الواحدة، ولكن يعاد ملؤها بمرور الوقت. ابحث عن مشروب فيز بوب بين المحطات، تعيد كل زجاجة من هذا المشروب المنعش بشكل مريب قدرا صغيرا من الصحة. بشكل مريب. اوكي حلو. بشكل مريب دي. طبعا دي المكان اللي انا، بس دي مش مكتبة، انا عايز اروح مكتبة. دي خلاص خلاص يا عم ما تزقش. ايوه مفيش حد هنا. اللعبة دي فيها ماب يا جماعة، يعني اكتشافات وحاجات. خليج كارل للمناطق تقريبا. اوكي وهنا لا، ده في L1 وL2 كمان. ده بالليل، ده توقيت اللعبة تقريبا. طيب تعال نشوف الاول كده. جروف العزبة ده الموضوع اللي انا فيه. ادله لا اعرف اي رمز. اعتقد من الافضل ان اعثر على الرمز. اذا اردت الاختلاس النظري من هذا الباب لابد انه توجد طريقة اخرى للخروج من هنا. ماشي. العثور على الرمز هو ده، محتاجين الرمز. هي ده الميشن بتاعنا دلوقتي، ودي الشخصيات، مستندات، سجلات. دي حاجات اللي انا بلمها طبعا في الطريق. طيب خلينا نكمل بس كده نشوف هنعمل ايه. حطم الحلقة. جامد التصميم قوي يا جماعة. بصوا السينما عامل ازاي يا جماعة. بصوا ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. طبعا من الناس اللي اتفرجت على الريفيوز بتاعتها قبل ما العب اللعبه دي، جيمر سنيك الراجل عمل عليها ريفيو محترف جدا يعني كالعاده. خزانه اركيد، لعبه اركيد. هنلعب ولا ايه؟ نيو جيم مش زي جي تي ايه. اوكي بس بتدوس عليها بس بتعمل صوت. ايه ده؟ ما هذا؟ اوكي whatever. طيب دي قاعدة عربي او كأنها قاعدة عربي يعني. ده مكان لقيت منه. الله. تبديل اسلحة. اضرب السمارة اوكي اللي هو كده يعني. ممتاز. هم دول نفس السلاحين صح؟ هم هو تصدقوا. طيب في حاجة هنا. المفروض نطلع الدور اللي فوق. طبعا دي قاعدة حوالي الدفا. موضوع جميل جدا. ايه الصوت ده؟ بص هو بيلف يا جماعة لا ايه ده، مش بيه حاجة. لا معلش انا اسف. دي برضو بتوقع كور. ودي لا مش شغالة ليه بقى؟ تفاصيل كتير يا جماعة وحلوة. نفتح هذا الباب.
military cult. لسه فاكره؟ انت بتبعاني بقى؟ تبعاني عن قرب يعني، مش بتبعاني خلاص. في باب اللي اتفتح ده، هي دي المكتبه. I'm in the library. Whatever you do, don't pull the lever. Wait, what? Hello? Shit. بتقول لك whatever you do, don't pull the lever. Fine, I'll pull your fucking lever. The lever. Oh, shit! What? طلعت ازاي؟ Oh, you always fall for the same old shit. Just once, please. Can you try? Try your hardest to make this interesting. Whoa. What the fuck is this? Hermesis. You're gonna give me that attitude? You know, I usually make it easy for you, you ungrateful prick. But this time I'll let you see yourself out. Yep, we dated. Whoa, why are you doing this? What did I do to you? Oh, you don't remember. How about that code? You remember that yet? I don't know the code. الأداء الصوتي برضو بتاع اللعبة حلو يا جماعة. أنا ممكن أنط. أوكي. أيوة. اقفز ستانجو. هنقفز دلوقتي. طب مفيش حاجة هنا؟ يلا بينا هنا. طيب الحاجات دي التلفزيونات دي ولا ايه؟ صدقوا يا جماعة التلفزيونات والله. حلو والله. نقفز هننجو. اقفز كل تلك المسافة ستنجو. اوكي هير جوز. يلا هعمل ايه طيب؟ انت مت لسه. Dumbass, you wrote it on the Black Reef postcard. Understand? Okay. I'm gonna drop it now. Wait, no, wait. What the fuck? بيقول لي اضرب كتبت الكود على بطاقة بريدية. I just dropped myself. What kind of fucked up world is this? Okay. Postcard. Get the postcard. Get off this beach. افحص البطاقة البريدية. أنا معايا واحدة ولا إيه؟ أوكي. لا أنا من هنا مرة فاتت. لا مش من هنا. اكسر حلقة غادر بلاك ريف يمضي اليوم بسرعة فكون أسرع منه. خلاص يلا. نقرا البطاقة. انت كتبت هذا على بلاك ريف. هات بس ده. في حاجة هنا. سلاح فين؟ الجهاز اهو. دي لا رميتها. You gotta be kidding me. Up, Dom. All right. الطابق الثاني ميدان دورسي. ابدام ابدام. طيب نروح الطابق الثاني بلاك ريف. Let's break some loops. Colt, you're never ever going to break the loop. It's absolutely impossible. You want me to break it? You don't want me to break it. What do you want from me? I want you to not suck. Okay. It's been a pretty shitty morning or two, so I'm done with you and all of this. It ends today. You don't even know where to start. Up Dom. Obviously. Up Dom. لوحه المفاتيح الدخول الى النفق 2 متر. ما هي دي لوحه المفاتيح. طب ايه؟ انا اوكي شكلها اوكي. ماشي ايه الغباوه دي؟ طب والرمز فين؟ انا شفته صحيح. ثواني كده شوف الرمز فين. لا استنى من هنا. مستندات او 4761 4. ماشي اريح برضو. 4 7. ماشي هو كتبها لي اوريدي. 4 7 6 1.
اعثر عشاقتي في امدان. قذائف سابر متفق قنابل يدوية بالL1 ولو عملت هولد لإعدادها قبل ترك الزر لإطلاقها. إذا فعلا يعني لازم أدوس أهولد L1. الأبواب التقربية متفجرة برضو نفس الكلام. الألغام اللاصقة اضغط L1 لوضع قذيفة صامتة على سطح رأسي لإنشاء فخ خفي. أوكي ماشي. Oh shit, I'm gonna need some more ammo. Okay. خروج. Why would someone put this? Whoa! What the fuck? Wow! Okay. What is this supposed to be? It's cold and weird. هذا الشيء. العودة للحياة. يبدو أن قطعة المعدة الغامضة هذه تنتمي إليك. اللوح هو ده اللوح بقى اللي عنده ألواح. الناس بيتكلموا عنه كل واحد عنده اللوح بتاعه. سيمنحك قدرة أو قدرة العودة للحياة والتي ستعيدك إلى الحياة بعد الموت لكن لمرتين فقط. الموت للمرة الثالثة ثواني حلقاتك الحالية. فهمت؟ يعني أنا مسموح لي مرتين أموت فيها ومرة الثالثة هعيد اللوب الأول. تستيقظ في الصباح الحلقة التالية مجردة من المعدات التي جمعتها في اليوم المنصرم. وبعد العودة للحياة سيكون جسدك خفية لمدة قصيرة. عليك استغلال هذه الفترة للابتعاد عن دائرة المخاطر أو دائرة الخطر. يعاد تعيين مرات عودتك للحياة عند الانتقال بين المناطق. يعني لما بعمل فاست ترافل يمكن بيديني فرصة لنا يعني بيملى اللايف اب بتاعتي. يعني من الاخر كان عندي لايف يا جماعه او ارواح او حياه مرتين. ومره الثالثه لازم ابدا من عند الشاطئ تاني من الاول خالص. ولما فاست ترافل لو كان عندي اللايفات اللي عندي خلصت او الحياه اللي عندي خلصت لو عملت فاست ترافل بيرجعوا اتنين تاني. ده اللي انا فهمته من الكلام يعني. اوكي هي جوز. لذلك اذن السلاح وحيفنا من القنابل وعنوان في كل في مكان يدعى ابدام. اذهب الان واثر على بعض الاجابات. طيب نذهب ونعثر على بعض الإجابات. هو ليه بيعمل لود تاني؟ لقد نجوت لذلك إذا السلاح ماشي. والله يا جماعة نعثر على الشقة ولا بس كده نخلي الفيديو التجربة دلوقتي على هذا الموضوع. أنا شايف اللعبة بصراحة interesting وبدأت أحداثها تسخن وانا شايف ان انا كده ممكن اكون وصلت لنهايه المقطع قبل ما نبدا جزء جديد. ما تنسوش تقولوا رايكم يا جماعه في اللعبه وانطباعاتكم عنها وعايزين اكملها ولا لا. وطبعا ما تنسوش تساعدوني كمان باللايكات بتاعتكم. عايزين نوصل هذا الفيديو ل 50 لايك وتعليقاتكم برضو ما تحرمونيش منها. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان واشوفكم بقى مع اسمه ايه دان. المهم اشوفكم مع كولت. كان اسمه كولت صح. اشوفكم بقى مع كولت في الفيديو اللي جاي ان شاء الله يعني على حسب تعليقاتكم وحسب تفاعلاتكم مع هذا الفيديو. ونعثر على شقته في ابدام. واشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.